بشكر كل الصحفيين اللي مدين ايديهم عشان يسمعوا كلمه مني، وبس باكد لكم ان شاء الله ان تونس بخير والعالم العربي بخير ان شاء الله، وباذن الله ربنا يبارك لنا ويوفقنا. والله النجوميه لقب لا يعطيه المرء لنفسه ولكن ياخذه من الاخرين، بس فانتوا بقى وكرمكم يعني. والله بما انهم استضافوني فهم عملوا قرار صح، وبالتالي هم مهرجان كويس. مهم المحتوى، مهم المحتوى، الرقم محتوى مهم بالمشاركه والحديث والتفكير والنقاشات.